جمعيه الوفاء للكتاب والتجار ومهني قطاع الدراجات الناريه والعاديه بفاس. اولا تنشكروا فاس نيوز، تنشكروا السي الشرقاوي الاستاذ ديالنا، فاس نيوز دائما معنا في قلب الحدث، تنشكروها بزاف. سي دريس، اللقاء ديالكم اللي درتيو اليوم شنو كان المضمون ديالو؟ هذا كان لقاء تكميلي وغنقولوا الجمع تكميلي للجمع اللي كان درناه هذه واحد الاسبوع، وكان نضنا فيه بعض التشويش، وكان عبد ربه اخذ تزكيه كرئيس الولايه الثانيه، وارتأيت كرئيس انني ما نديرش المكتب ديالي لان نضي التشويش فيه، واليوم قررنا باش نكملوا داك نديروا المكتب ديالنا، وان شاء الله كان موفق، درنا المكتب ديالنا كامل والله يجازيك بخير. سي دريس، كي تبعنا معك سميتو عمليه ديال تاسيس المكتب، نعم، شنو يمكن لك تقول الراي العام، واش كانت توافقيه انتخابيه؟ نعم، لا كانت توافقيه، لان احنا عندنا جمعيه كبيره في مدينه فاس، كنمثلوا مدينه فاس والنواحي، الكم نظرا للكم الهائل ديال الناس اللي سميتو، حنا اكتفينا اليوم درنا غير واحد يعني بحال اللي غنقولوا واحد الجمع تكميلي فيه تقريبا واحد 30 الناس، باش درنا المكتب ديالنا باش ما تنوضناش عاود الفوضى، لان كما كيعلم الجامع لنا الناس ديالنا شويه كاينه هاد الاميه وكيوقع لنا مشاكل. كنشكروا السيد باشا منطقه الشارده، وكنشكروا السيد رئيس قائد ملحقه سعين قادوس، وتنشكروا السيد الوالي ديال الجهه من خلالهم وكاع السلطات، وكنشكروا السيد الوالي ديال الامن وجميع المسؤولين الامنيين ديال مدينه فاس، وإلا نسينا شي، وتنشكروا رئيس الجماعه، وبالخصوص السيد رئيس مقاطعه المارينيين اللي حتى هو وفر لنا بعض الظروف باش نديروا هذا الجمع هذا والجمع اللي داز، وتنشكروه بزاف هو وكاع المستشارين اللي معاه. شكرا للجميع، كل باسمه وصفته، إلا نسينا شي واحد يسمح لنا، وهذا هو اللي كاين. الله يجزيكم بخير.